هو وجهازه الفني خارج الملعب. ادي كرة خطرة داخل منطقة وجوه الجول، جوه الجول، الهدف الاولاني، الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراة اليوم. عبد الرحمن مانو كرة حلوة جدا ولعبة راسية داخل الشباك علشان يسجل النادي الاهلي الهدف الاول. ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك يا عبد الرحمن يا مارو؟ عبد الرحمن مانو، عبد الرحمن مانو يسجل الهدف الاول في مباراة اليوم. ادي بقى جلال فارس وادي الركلات الثابتة وبداية جيدة للنادي الاهلي في الشوط الثاني. لعبة راسية وادي عبد الرحمن مانو وداخل الشباك على يسار حارس المرمى معاذ علاء الدين علشان يتقدم النادي الاهلي بالهدف الاول. عبد الرحمن مانو يسجل الهدف الاول في مباراة اليوم للنادي الاهلي. واحد الاهلي لا شيء الزمالك، واحد الاهلي لا شيء الزمالك في الدقيقة 50 من عمر واحداث المباراه.